حسب الاقدار ديالو. وشوف هنا لمس الكره اولا، اذا القرار الاول والاخير كيبقى لحكم المواجهه. لحظه حاسمه، دقيقه 79 تجوز نقولوا دقيقه 80، القرار ديال الحكم غادي يكون مهم جدا في هذه اللقطه. الوداد هل حصل على ضربه جزاء؟ ونشاهد الاعاده. نشوف هنا من هذه الزاويه ما نتابع الان هو ما تقدمه غرفه الفار للحكم، الحكم حمزه الفارق. نشوف هنا نرى هذه اعاده من لقطه اخرى وزاويه اخرى. اذا حوار، نشوف هنا ايضا مره اخرى الخروج بالقناعات والخروج بقرار نهائي من حمزه الفارق في حوار مع سمير قزاز. نشوفوا اللقطه، اذا خذا القرار ديالو، خذا القرار ديالو بعد معاينات شاشه الفار. الحكم يقر بضربه جزاء، الحكم يقر بضربه جزاء، كره لصانع فريق الوداد الرياضي من نقطه الجزاء سيكون من خلال الوداد امام الحارس مجيد مختار، يبحث عن الانتصار عن الثلاث نقاط خارج الديار. هل بامكانه ان تكون مفيده للوداد؟ هل بامكانه ان يستفيد من هذا المعطى الجديد اللي يجيك في الانفاس العشره الاخيره من عمر المباراه؟ شوف هنا اللقطه، شوف هنا اللقطه، سانتوس حاول يبعد، هنا تواجد ديال لاعب سومو كانتكي، حاول يتسل، حاول يوصل الكره. احتجاج من عناصر فريق الاولمبيك السافي من اللاعبين على القرار الماضي، امر طبيعي مادام انه الاعلان عن ضربه جزاء في اللحظات الاخيره من عمر المواجهه، 9 دقائق الاخيره. ضربه جزاء